توجد لدى الشركة العامة للتجزئة الزراعية طواقم ضخ وتوليد بثلاثة أنواع. النوع الأول SP3010 تصريف الماء من 4 لتر إلى 8 لتر، أي ما يعادل 21 متر مكعب بالساعة، ارتفاع 90 متر، بالإضافة إلى كل متطلبات النصب كأنابيب 3 إنش، بالإضافة إلى مولدة 25 كي في. النوع الثاني SP446 تصريف الماء من 7 إلى 12 لتر بالثانية، أي ما يعادل 34 متر مكعب في الساعة، الارتفاع 60 متر، بالإضافة أيضا إلى متطلبات النصب من أنابيب، من سوكتات، من وتوجد مولدة 25 كي في أيضا. النوع الثالث SP4410 تصريف الماء من 7 إلى 12 لتر بالثانية، ارتفاع الماء 100 متر، بالإضافة أيضا إلى كل متطلبات النصب ومولدة 40 كي في. ذن طواقم الضخ مدعومة بنسبة 50%. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن الآن في محطة نحيل النجف كما ترون أمامكم، بعد أن تم رفع طاقم الضخ القديم وتم نصب طاقم الضخ الحديث الذي تم تجهيزه من قبل وزارتنا من قبل شركة الزراعة الزراعية. كما ترون أنه ذات كفاءة عالية ويعمل في الآبار العميقة وكذلك على الشواطئ، ونأمل من هذا الاستبدال خير إن شاء الله لإدامة وتقديم الخدمات لأشجار النحيل المزروعة في محطتنا، محطة نحيل النجف، وهذه تختبر ميول وراثية لأصناف التمور العراقية، وبالتالي دائما نأمل لاقتناء هكذا طواقم ضخ كما ترون أمامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباس جاب الخراجي مدير محطة نحيل النجف.